يسعد أوقاتكم. دايما من المرة الماضية أفكار بأننا نقدر نعدل ملابسنا بالبيت، اليوم جايبين مجموعة أفكار ورح تقدري تستعمليها بالبيت وتعمليها لحالك وتغيري فيها ديزاينات ملابسك لأشياء ممكن حديثة أكثر، أو حتى ممكن أنت اتعزقتيها وبطلتي حابة تلبسيها، فبهالطريقة حترجع تلبسيها من أول وجديد. رح نحل المشاكل ورح نغير ديزاينات مع بعض. كتير منا بيكون عندها قطعة كتير بتحبها وبتلبسها دايما، وخاصة اللون الأبيض، وبس بيجي عليها طبعة وهاي الطبعة شو ما حاولنا نغسلها ما بتروح، وبكون مكانها مزعج إذا كان حوالين القبة أو كان على الأكمة. فاليوم ممكن أساعدك بأنك أنت ترجع تلبسي هاي القطعة من أول وجديد. عندي هاي البلوزة، إذا منتبهين عليها بقع بالمنطقة هاي ما قبلت تروح، حاولت أغسلها كتير وما راحت. فنزلت على السوق وجبت مجموعة من الكلف، رح أورجيكي كيف ممكن نعمل ديزاين جديد لهاي القطعة وتضلها حلوة ونرجع نلبسها من أول وجديد. أنا اخترت اليوم هذا الديزاين اللي هو عبارة عن كلفة فيها بعض الورود وبعض الخرز اللولو. عندي حل أني أحطها بديزاين مايل وحيث أنها تغير شكل البلوزة كامل، أو حتى ممكن أنا خطر عبالي أني أعملها قبة كاملة لهاي البلوزة، رح أعملها بشكل دائري زي هيك. أشوف قدي عندي أنا المحيط تاع القبة، إذا أنا حابة تكون بس لخط الخياطة من هنا أو حابة أعملها دورين كامل. أنا حابة أعملها بس لخط الخياطة اللي هون، فأول إشي رح أعمله إني رح أقصها من الجهتين، وانتبه اني اقصها بطريقة كتير مرتبة واخلي ورد نهايته عشان يكون في تناسق وما تبين القطعة هاي مركبة بعدين. فانا اذا انتم منتبهين هون هاي نهايته مايل من عندي، وبالاخر راح اخلي وردة وراح اشيل الزيادات اللي هون. ومن الجهة الثانية كمان نفس الاشي، بس قبل ما اعمل هاي الخطوة راح اثبت الدبابيس. بس عشان اتأكد من طول القطعة قبل ما اقصها راح احط دبوس في النص، ودبوس على الطرف المقابل، وكتير حلو لو يطلع معانا التناسق انه النهايتين نفس الوردة زي ما طلع معي هنا. فانا رح اعمله هلا، رح اقص كل الزيادات هاي اللي هون وبس اخلي الوردة. هلا بعد ما قصينا وعملنا دوران كامل للقبة برجع بفك القبة وبرجع بستعين بالمادة اللاصقة اللي حكينا عنها بالحلقة الماضية، ورح ألزقها. رح أستعمل المادة اللاصقة وأبلش فيها، أحط من الزاوية الأولى اللي بلشت فيها وعينت عليها الكلفة، رح أثبت أنتبه على طرف القبة بالضبط، هلأ رح أقص لزيادة من هنا ورح أجيب الكلفة اللي عندي وأحطها وأنقل الدبابيس بحيث أنها تكون بين الكلفة، ماسكة الكلفة وماسكة برضو اللاصق اللي تحت. وهلا بس بضل علي اني اقلب البلوزة واكوي على المنطقة الداخلية، وبس اخلص بقدر افك الدبابيس، وهيك بيكون غيرت موديل البلوزة وصار عندي ملزق عليها كلفة ثابتة وتخلصت من البقعة اللي كانت ظاهرة عندي. وهلا رح نعمل مع بعض قطعة تانية ونعمل فكرة جديدة. عندنا كتير موديل الريش، وكتير منا عندها قميص زهقت منه وبنفس الوقت حابة تلبس موديل الريش، ومو حابة تشتري قميص جديد من السوق
عليه ريش بس عشان الريش. فأنا اليوم حورجيك كيف حتقدر تركب الريش لحالك بالبيت بطريقة كتير سهلة. أول إشي بختار الألوان الريش اللي أنا بدي إياها، ويفضل إني أجيب قد طول الكم اللي أنا بدي إياه بحساب طول الكمين والضعف، يعني طبقة واحدة ما بتطلع حلوة، الأفضل طبقتين. فأنا إذا عندي هنا طول الكم قسته معي مثلا 15 سنتي أو 20 سنتي، وهو على الأغلب بيكون 20 سنتي لأربعة 24 سنتي، بجيب الضعف. فأنا اخترت هنا اللونين هدول، راح أدمجهم مع بعض وأركبهم بهاي الطريقة اللي هو اللون الأخضر مع اللون الزهري. راح نستخدم نفس المادة اللاصقة اللي استخدمناها قبل شوي، وراح نركب المادة اللاصقة طبقة أولى على الطرف كليته. راح ننتبه إنه هون في عنا عروة، راح نبعد عنها، بس نبعد عنها لفوقها، نثبت المادة اللاصقة هون، وبعدها نثبت الطبقة الأولى من الريش، ويفضل يكون اللون الأغمق، ونثبته بدوابيس ونكوي عليه زي ما أنا عاملي هنا، ثبته بدوابيس بشكل كامل. ورح ننتبه إنه إحنا بس نكوي ضروري نكوي بدون بخار نهائيا، ويكون الكوي على الجاف. وبس نخلص الطبقة الأولى وتأكدنا إنها لزقت، رح نجيب طبقة تانية من المادة اللاصقة، ونحط الطبقة التانية من الريش ونلزقها، ونكون هيك غيرنا فكرة القميص وغيرنا شكل القميص. وبرضو دايما نتذكر إنه إحنا بنقدر نرجع نستفيد من القطع الموجودة عندنا بالخزانة بأفكار كتير بسيطة. بتمنى إنكم استفدتوا لليوم، وبيتكم عامل.